ممكن هبدا معاك يا ميرنا. اتفضلي. والحب الحب مصيره ايه في حياه ميرنا؟ في حب دلوقتي ولا مفيش حب؟ يعني بلاش ليه؟ عادي يعني مش على طول، بس هو فيه دلوقتي. فيه. طب لما جيتي تختاري الشخص اللي انت مرتبطه بيه، هل كان في مواصفات معينه ولا لا زي ما بيقولوا القلب خلاص هو حب مره؟ هو كانت في الاول كان قبل المسابقه طبعا، فكان الموضوع عادي. ممكن يكون بعد المسابقه بقى شويه مشادات، لا ما تتصوريش، لا ما تخرجيش، حبت غيره الرجاله اللي هي بس دي بتبقى حلوه. بس هي المواصفات كانت هي برضو، حتى بعد ما خدت ملكه جمال مصر الموضوع ما اختلفش، حسيت ان هو الموضوع عادي وهو برضو زي ما هو. يعني كانت ايه مواصفاتك؟ كانت مواصفاتي ان انا كنت عايزه سوبر هيرو فعلا. هيرو. ده لقيتيه؟ مش هيرو. لقيتيه فين حضرتك؟ لقيته. بس مش هيرو عادي، عايزه سوبر هيرو اللي هو انا عايزه دوت حاضر. مثلا اما اكون متضايقه الاقي حد بيتصل بيقول لي مالك، هو بيتصل يقول لك مالك؟ اه. ده جميل قوي والله. طب والله بجد ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك. بس لكن ما كنتش حاجه غير هو زي ما قلت لك. لكن مش شكله حلو، مش امور، مش احمد عز، مش الجسم. لا بصي، هو يعني شفت من دول كتير جدا بس ما بيبقاش زي ما انت عايزه، يعني جماله بيسيطر عليه. بيبقى واثق من نفسه او خلاص هي معايا مش عارف ايه فلا. طيب فاطمه، هل لازم تعيشي قصه حب؟ هل احنا قرينا على التاج ده، احنا عمالين نقر عليه. لا ما شاء الله التيجان بتاعتكم زي يعني جميله جدا ما شاء الله. طيب خليني اسالك، هل انت لما تدخلي علاقه لازم تعيشي قصه حب قبل العلاقه؟ انت اصلا في حد مرتبطه ولا مفيش؟ خالص مفيش حاجه. مفيش اي حاجه. طيب قبل ما تدخلي العلاقه لازم تعيشي قصه حب مع الشخص ده، ولا ممكن تتجوزي واحد شفتيه او حد جابولك عريس والمواصفات بتاعته اللي انت في دماغك، ولا ايه؟ انا بالنسبه لي يعني مش بفضل قوي قصه الحب، لان اي بنت قبل ما تعيش قصه حب هي اوريدي ما كانتش تعرفه، كان عادي واحد شافته وخلاص، بعد كده الحب جه بعد كده يعني مع الشخصيه. فانا بالنسبه لي الشخصيه لوحدها هي دي اللي هتجيب الحب بعد كده. طب ايه المواصفات يعني انت في دماغك عايزه ترتبطي براجل شكله ايه؟ مش الشكل، طباعه قصدي يعني. يعني يكون مصري شرقي بس مش شرقي قوي. مش سوبر هيرو. لا مش سوبر، ملناش دعوه بيه. سوبر هيرو خالص، ملناش دعوه منه بالكلام ده. لا هو يكون مصري شرقي، غيور طبعا، وعنده عادات وتقاليد بتاعتنا، اهم حاجه العادات والتقاليد بتاعتنا. يكون طيب، يكون كويس، يكون مقدر المجال اللي احنا فيه، لان في ناس مثلا بعد ما بتيجي وبتتقدم وبتتكلم وكده لا احنا خلاص بقى هنسيب المجال اللي احنا فيه ده خالص وخلاص بقى احنا. لكن مش فارق معاكي الشكل يعني؟ لا خالص مش فارق. ممكن يبقى واحد حلو جدا وامور وستايل وكل حاجه، وطباعه انت تكرهي نفسك وما تبقيش عايزه تبصي في وشه. ده حقيقي. فهو لازم الشخصيه يعني، الشكل ملوش علاقه خالص. طيب علا، سؤال نفس السؤال، مرتبطة ولا ما فيش؟ لا. طب ليه؟ بعد الحلقة دي إن شاء الله يا جماعة إن شاء الله بعد الحلقة دي هترتبطوا. طيب قولي لي المواصفات برضو يعني شريك حياتك إن شاء الله في المستقبل عامل إزاي؟ هي ما فيش مواصفات يعني تسيطر على قد التفاهم، إن يكون في ما بيننا تفاهم، في جنان مشترك، كل حاجة نعملها مع بعض، ما يقوليش لأ على حاجة. يا جماعة البنات اللي هي إيه بتقعد تحلم. احنا هنتصدم في الواقع. انت عندك كام سنه يا علا؟ 19 وشويه. انت صغيره لسه جدا. انا فاكره وانا في السن ده كان عندي، وعارفه اللي هو هعيش قصه حب وحياه ورديه وجميله ويعني، بس لا ان شاء الله تعيشيها يعني، مش عايزه اكئبك كده على الهوا يعني. طيب لكن مش حاطه انت مواصفات معينه، شكل معين، لا عايزه اتجوز واحد عن حب، لا عايزه اتجوز واحد جواز صالونات عادي؟ اكيد طبعا لازم يكون في حب، بس برضو زي ما فاطمه قالت ان مفيش يعني، احنا قبل ما بنحب بنكون ما نعرفهمش، فمش شرط مع الوقت بيجي الحب، بس اهم حاجه نكون متفاهمين مع بعض.